الخبر الجديد من الميادين. في الصحف والمواقع تصعيد متزامن في الشيخ جراح والسجون، فصائل المقاومة للعدو، حذار اللعب بالنار، نقرأ في الأخبار اللبنانية. وعن الأوهام التي يجب أن تذكر في محادثات فيينا، نقرأ في سياسة روز الإيرانية. وعن زيلينسكي الذي يحاول تجنب إثارة الذعر، نقرأ في نيويورك تايمز. ماكرون يحلم بأن يكون صانعا للسلام عبر البوابة الأوكرانية، نقرأ في الميادين نت. منظومة الحرب على فلسطين واليمن، لماذا تعترضون في كاتب اليوم. أدبيبة يرفض قرار تمديد ولاية البرلمان الليبي ويعلن الإصرار على تسليم السلطة لهيئة منتخبة. تطورات الوضع الليبي في الحدث هذا اليوم. بعد أسبوع على إغلاقه من قبل المحتجين على قيود كورونا، إعادة فتح جسر أمباسادور بين كندا والولايات المتحدة في جديد اليوم. وضيفنا اليوم الكاتب السياسي الليبي محمد العمامي. أهلا بكم. عن التطورات في القدس المحتلة واعتداءات الاحتلال، كتب رجب المدهون في صحيفة الأخبار اللبنانية. تصعيد متزامن في الشيخ جراح والسجون، فصائل المقاومة للعدو، حذار اللعب بالنار. منذ صباح أمس نصب المستوطنون الطاولات والكراسي في أرض عائدة إلى عائلة سالم المهددة بيوتها بالمصادرة، ثم حضر بن غفير إلى المكان. إزاء ذلك قال الناطق باسم حماس عن المدينة إن الهجوم على أهالي حي الشيخ جراح هو عدوان سافر ولعب بالنار في القدس. حركة الجهاد الإسلامي دعت الفلسطينيين إلى إعلان الغضب والنفير العام والوصول إلى الحي للرباط فيه والتصدي لإرهاب الاحتلال. وفي الإطار نفسه علمت الأخبار أن حركة حماس أجرت اتصالات مكثفة مع الوسيط المصري، مبلغة إياه بأن إجراءات الاحتلال كفيلة بتفجير الأوضاع من جديد. في المقابل ذكرت مصادر عبرية أن العدو بعث برسائل شديدة اللهجة إلى حماس عبر الوسيط المصري بأن التدخل فيما يجري في القدس سينتهي بعملية عسكرية جديدة كما حدث في أيار مايو الماضي. على خط موازن وفيما يمثل عامل تفجير آخر، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن قوات الاحتلال اقتحمت أمس أقسام الأسرى في معتقلي عوفر ومجدو واعتدت على عدد منهم بالضرب، مهددة إياهم بفرض عقوبات جديدة عليهم لتثنيهم عن خطواتهم النضالية. في المقابل أعلنت لجنة الطوارئ في سجون العدو أن المعركة مستمرة حتى تتراجع إدارة السجون عن إجراءاتها التعسفية، داعية إلى أوسع مشاركة ومساندة في يوم الغضب المقرر الاثنين المقبل. جدد الترحيب بك أستاذ محمد العمامي، وأنت الكاتب السياسي الليبي وتنضم إلينا من القاهرة. أهلا بك في هذه الحلقة من بالحبر الجديد. وأبدأ معك بهذا التصعيد، هذه الهمجية للاحتلال الإسرائيلي تتصاعد بطبيعة الحال في مختلف الصعد في القدس المحتلة، في الضفة الغربية، وعلى الأسرى في سجون الاحتلال. مشهد يمكن تشبيهه بما حدث قبل معركة سيف القدس، وتبادل الرسائل عبر الوسيط المصري هذه المرة أيضا بطبيعة الحال، الذي كان له الدور الأبرز في التهدئة بعد المعركة الأخيرة. أي دور يمكن أن تلعبه مصر الآن في ظل هذا التصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟ وهل يمكن فعلا أن تكون قائدا لهذه التهدئة، أم أن الأمور تتجه للأسوأ؟ صباح الخير يا سيدتي، وكل العام وأنت بخير بمناسبة هذا العيد الذي يسمونه عيد الحب. وأنت بألف خير أستاذي، وأتمنى أن يكون عيد حب محبة عبر كل ميادين الحياة، وكل سنة وأنت طيبة. الحقيقة أن لمصر دور فعال ومهم للغاية. نحن نرى كيف أنها تحاول قدر الإمكان أن تخلق السلام وترعاه، وتحاول بالسبل كافة ألا يتطور إلى اقتتال، باعتبار أنها دولة مسالمة بطبعها
ومكانتها في العالم العربي والإسلامي، ناهيك أن حدودها سواء كانت من الجهة الشرقية أو الغربية أو الجنوبية دائما تسعى إلى أن تكون هادية وآمنة. إنها العمق الاستراتيجي لمصر، وبالتالي نرى نحن كيف هي تتفاعل مع ما يحدث في فلسطين، وتتفاعل أيضا مع ما يحدث في ليبيا. هذه الأمور تجعل مصر رائدة مثل ما كانت ومثل ما ستظل، وبالتأكيد سيكون لها دور فعال في تهدية هذه الأمور وفي عدم تفاقمها. هذا ما أعتقده الآن. نعم، ولكن أيضا في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي وهذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والتقارير الدولية التي تتحدث عن أن إسرائيل هي دولة نظام فصل عنصري وتطهير عرقي أيضا، لماذا لا نرى بعض الدول العربية التي تربطها علاقات جيدة بإسرائيل تلعب دورا أيضا بالضغط عليها للتخفيف من هذه الاعتداءات كالإمارات مثلا؟ يا سيدتي، هذا منطق القوة، منطق القوة. نحن نعي جيدا إسرائيل ومن يقف وراء إسرائيل، بل ونعي أيضا معتقداتهم الدينية وكيف يرون الآخر، كيف يرون سواء كان فلسطينيين أو غير فلسطينيين. نحن نعي جيدا رغبة إسرائيل في إبراز القوة والتمادي فيها أحيانا لسبب يعتقدون أو يعتقد البعض أنهم نتيجة قناعة معينة بأن الآخر ليس بمستوى الإنسانية التي يطلعون إليها. ليس الإمارات فقط من ينبغي أن تنتبه لهذا الأمر، ولكن العالم كله. تأكدي لو هناك دولة أخرى غير عربية لكان لها نفس الوضع. طالما لا تتماشى مع ما تريده إسرائيل وما هي مقتنعة به، لا أعتقد أنها ستتوقف. ونحن نعي جيد أنهم ينادون أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل، هذا أمر وارد وينبغي أن ينتبه إليه الدول العربية والإسلامية كافة، وينبغي أن نجد شنل معين نتواصل معها بحيث ينتهي هذا الصراع، لأنه لن يكون في صالح أحد بأي حال من الأحوال. نعم، إلى شروق أونلاين الجزائرية وفيها نقرأ: منظمة حقوقية سترفع الملف إلى المحكمة الجنائية، مقاضاه فرنسا دوليا عن جرائمها النووية في الجزائر. قالت منظمة أيكان الجزائرية الحقوقية التي تدافع عن ضحايا الجرائم النووية الفرنسية في الجزائر إنها بصدد إعداد ملف قضائي لتقديمه إلى الجناية الدولية ردا على عدم تجاوب السلطات الفرنسية مع مطالب الجزائريين المتكررة بالتعويض عن ضحايا هذه التفجيرات. وبررت المنظمة قرارها بكون فرنسا لا تريد الاعتراف بجرائمها التي ارتكبتها في الجزائر. المقال يضيف: الخطوة تنطوي على رمزية لافتة مفادها دعوة الجزائريين إلى عدم نسيان جرائم التفجيرات النووية الفرنسية والتي امتدت على مدار 6 سنوات وتسببت في أمراض سرطانية ووراثية لأبرياء، فضلا عن تلويث مساحات شاسعة من الأراضي بالإشعاعات النووية التي ما زالت باريس ترفض تحمل مسؤوليتها في تنظيفها من الفضلات النووية القاتلة. ليس هذا فقط، بل إن السلطات الفرنسية التي حاولت إيهام الرأي العالمي بأنها مستعدة لتعويض الضحايا تلك التفجيرات من خلال سنها لما عرف بقانون موران في عام 2010 وضعت عراقيل يصعب تجاوزها، وعلى الرغم من مرور أزيد من عقد من الزمن على سن القانون، إلا أن أيا من الجزائريين المتضررين لم يتمكن من الحصول على تعويضات مالية أو تكفل طبي بموجب ذلك القانون. سيد محمد العمامي، أعود إليك وأسأل هنا: في ليبيا أيضا هناك دور لفرنسا، أي أوجه تشابه بين الدور الفرنسي في الجزائر وليبيا؟ هو الحقيقة دور فرنسا نحن كليبيين عاصرناه ونعرفه من البداية، منذ بدء علاقة ساركوزي بمعمر القذافي، ونحن نعي جيدا أن فرنسا تسعى إلى مصالحها بالدرجة الأولى وليس لمصلحة الشعب الليبي، باعتبار أنها
أن ليبيا حقل، أو بمعنى صح مساحة ثرية وينبغي أن تستفيد منها أي ما استفادة. ولعل ما قرأناه يوم أمس من يومين فقط أن هناك كميات من الذهب مهربة من جنوب ليبيا باعتبار أنها أسلحة ولا ما شابه ذلك، ولكن اكتشفت أنها كميات من الذهب. ثم أن نحن نعي جيدا الدور الذي قامت به فرنسا في إسقاط القذافي، وهذا الأمر هو بالتأكيد نتائجه ما حدث الآن. كان ينبغي أن يكون لها دورا أكثر فاعلية بحيث أنها تصح، لا أقول خطأ ولكن أقول ما قامت به، سواء كانت بقناعة أو لأمر آخر نحن لا نعيه، ولكن نحن نعي جيدا أن من أطاح بالقذافي هو الأطلسي وكانت تقوده فرنسا، وبالتالي ينبغي أن يكون دورها أكبر بكثير مما تعمل الآن، وليس فقط مصالحها في مع عبر شركة توتال التي نعي جيدا ماذا تفعل في ليبيا الآن. ثم الناس بالتأكيد ستكون صدمتهم قوية، نتطلع أن تعيننا وتساعدنا على حل مشاكلنا، نرى أنها تنهب أموالنا هكذا مثل ما يفعل أي نص. صراحة هذا أمر ينبغي أن يثار عالميا، عالميا يثار، هذه قرصنة. اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية للحصول على تعويضات، الاعتراف أيضا بالجرائم الفرنسية بحق الشعب الجزائري، إلى أي مدى من الممكن أن يكون خطوة يعول عليها؟ وهل من الممكن أن نشهد في ليبيا خطوات مماثلة؟ في الوقت الحالي لا أعتقد، لأن ليبيا الآن الحقيقة هي في حاجة إلى من يعيدها أو أن يقومها أو أن يساعدها، لا أن يزيدوا من مآسيها بالنهب وبالفتنة وبالتزويد بالسلاح وأمورا كثيرة يصعب حصرها. أعتقد أنها ليبيا أصبحت غنيمة لهذه الدول التي أسقطتها، وينبغي أن العالم كله ينتبه لذلك، لأن أي زعزعة في ليبيا سوف يكون تأثيرها على إلى أي جنوب. مدى يعول على هذه الخطوة الجزائرية الذهاب إلى المحكمة الجنائية لمقاضاة فرنسا؟ أنا أعتقد أنهم جادون، وأعتقد أنهم يقومون به، ونحن نعي جيدا الضرر البليغ الذي حدث للجزائر، ولا أعتقد أنهم يصمتون. نحن نعي جيدا منذ استقلال الجزائر حتى الآن لم تتوقف الجزائر مطلقا عن مطالبة بحقوقها وتعويضاتها، وهذا أمر يتعين أن يقف مع تقف أفريقيا كلها مع ناهيك عن بقية العالم الذي يريد الخير إلى ليبيا. نعم، إلى للجزائر وإلى ليبيا أيضا الخير نتمناه بطبيعة الحال. إلى صحيفة سياسة روز الإيرانية، وفيها مقال بعنوان الأوهام التي يجب أن تذكر خلال الفترة الفاصلة بين جولة المحادثات النووية السابقة والحالية. سعى الغربيون إلى إظهار الاتفاق على أنه مطلب شعبي من جهة، وزعموا من جهة أخرى أنهم مستعدون لتنفيذ الاتفاق الذي هو مقرون بالقرار السياسي من الطرف الإيراني. يحاول الطرف الغربي في المحادثات رمي الكرة في ملعب طهران، لكن بمراجعة سريعة يمكن ملاحظة عدة نقاط من الأوهام الغربية. أولا، أن السياسة الأمريكيين تؤكد أنهم لا يتخلوا عن عاداتهم القديمة القائمة على مبدأ التفاوض من أجل التفاوض، وهم يظنون أنهم يستطيعون فرض سياستهم على الآخرين وشراء الوقت. ثانيا، يواصل الأمريكيون التمسك بإبقائهم على جزء من العقوبات في الوقت نفسه الذي تجري فيه المفاوضات، حيث ترى واشنطن أن جزءا من العقوبات ببساطة هو أداة قوة، الأمر الذي يشير إلى مواصلة خداعها لنقل المحادثات لاحقا إلى ملفات أخرى. ثالثا، تتوهم الإدارة الحالية أنها أقنعت الكونغرس والبيت الأبيض بإلغاء العقوبات،
رابعا، لا يزال الطرف الأمريكي يتوهم بأن إيران ستقبل تنفيذ الالتزامات من دون أي ضمانات، ولكن نتيجة مثل هذه الأمر هي تكرار ما حدث في عهد ترامب. لذا فمن دون خروج أمريكا من أوهامها سيكون مسير محادثات فيينا صعبا. أستاذ محمد العمامي، إذن أيضا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني انتقد ما وصفه بمسرحية المبادرات الغربية، وقال أن عمل المفاوضين الإيرانيين يزداد صعوبة بسببها. يأتي ذلك في ظل اتهام طهران الغرب والولايات المتحدة من التهرب أو بالتهرب من التزاماته، وحديث واشنطن عن فرصة أخيرة لإنقاذ الاتفاق مع طهران. لماذا تراوغ الولايات المتحدة والغرب بعد هذا التقدم في المباحثات، وما هي تداعيات ذلك على مسار المفاوضات؟ يا سيدتي، هو الأمر جلي الوضوح. أمريكا لا تريد قوة أكبر من قوة إسرائيل في المنطقة، باعتبار أنها ربيبتها. هذه الربيبة ينبغي أن تكون لها الغلبة والقوة في المناحي كافة. ونحن نعي جيدا أن طهران مستمرة في برنامجها النووي وتسليحها، ومثل هذه الأمور تريد أن يكون لها كيان مماثل بقوة إسرائيل أو حتى أكبر منها، هذا ما تسعى إليه. ولكن أمريكا لن ترضى بذلك، بل تريد الحرس أو الجندي الذي يخدم مصالحها هو إسرائيل، وهذا ما تسعى إليه. وبالتالي لا أعتقد أنهم سيقدمون حلول تفيد إيران بالدرجة الأولى، وإنما ما يخدم مصالحهم وما يحد من تطوير أنفسهم أو صناعة سلام عبر القوة الذرية. كل هذه الأمور لا أعتقد أن ستسمح به، وستضع عراقيل في المناحي كلها، ولن نصل إلى اتفاق ولن يصل إلى اتفاق. حتى بعد الأزمة الأوكرانية مثلا، ألا يمكن أن تنعكس إيجابا على هذا الملف وتسرع المفاوضات لإنهائه والتفرغ لها مثلا؟ الذي أريد أن أقوله، كل ما يحدث الآن هو تهويش، هو تهديد للمنطقة كلها. نحن نعي جيدا، والمتابع للحالة العالمية يرى أن التركيز على تفتيت أي قوة في الشرق الأوسط ينبغي أن تنتهي، مثل ما نرى الآن في سوريا وفي ليبيا وفي العراق أيضا. هذا ما يسعون إليه بالسبل كافة، وهذا للأسف الشديد ما نحن نجنيه من كتاب كيسينجر عندما قال عليكم بهذه المنطقة وإلا ستكون أموال الدنيا كلها هناك. ومن تلك الفترة ونحن نرى هذا المنهج هو ما تقوم به، خلق حروب، خلق أزمات. وأصبح العالم الإسلامي العربي يتصارع مع نفسه. يعني ليبيا، ليس هناك مذاهب في ليبيا، كلها دولة إسلامية سنية، ومع ذلك لم يتوقف الاقتتال، ولا نرى بادرة أننا سنعود مثل ما كنا دولة مدنية، دولة قادرة أن تكون فاعلة في العالم. مثل الأمر ينفذ في سوريا وفي العراق. وبالتالي إيران هي جزء من المنظومة التي ينبغي أن تهد للأسف الشديد، ولكن لا أعتقد أنها ستكون بالسهولة نفسها. نعم. سهولة ما حدث عندنا وعند الدول التي ذكرت. نعم، التوتر أيضا بطبيعة الحال متصاعد في الملف الأوكراني، وهذا ما كتبت نيويورك تايمز. مع تصاعد التوتر، الرئيس الأوكراني يحاول تجنب الذعر، فمع التوتر المتصاعد عند الحدود وتزايد أزيز المروحيات الروسية وإخلاء الرعاية الأمريكيين والأجانب من كييف، يوجه الرئيس الأوكراني دعوة إلى نظيره الأمريكي لزيارة كييف ليقول له خلال اتصال هاتفي بينهما
إن زيارة كهذه من شأنها تخفيف التوتر والإيحاء باستقرار البلاد. يبدو أن الأزمة الأمنية الأكثر حدة في أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة تقترب من ذروتها، حيث حذرت واشنطن من أن الغزو الروسي لأوكرانيا يمكن أن يبدأ في أي لحظة. لكن الرئيس الأوكراني البالغ من العمر 44 عاما يتمسك بالاستراتيجية التي اتبعها منذ أشهر، مستخدما كل الطرق لتخفيف الذعر ورد الفعل المبالغ فيه، إلى درجة أنه يبدو وكأنه غير مدرك للمخاطر الجسيمة المحتقة ببلاده وفق نيويورك تايمز. يرى مؤيدون لزيلنسكي أن لا خيار أمامه سوى إظهار الهدوء مهما كانت الظروف لكي لا يهرب الأوكرانيون من البنوك أو الأسواق. هو الذي قال قبل يومين أن خلق حالة الذعر هو أفضل خدمة للأعداء. أستاذ محمد، نسأل هنا، يعني قبل قليل كان هناك خبر يتحدث عن أن كييف يمكن أن تعيد النظر في مسألة الانضمام للناتو إذا ساعد ذلك في تجنب الحرب بحسب سفير أوكرانيا في لندن، وفي ظل محاولات الرئيس الأوكراني التهدئة وطلبه من الغرب أيضا تقديم أدلة قاطعة على مزاعم غزو روسيا لبلاده الذي من المفترض أن يكون اليوم أو غدا على أبعد تقدير بحسب الرواية الأمريكية. ماذا يعني ذلك؟ أي خطر بدأت أوكرانيا تستشعره؟ هل هو خطر الحرب فعلا والغزو الروسي، أم خطر توريط الغرب لها في لعبة أكبر منها؟ هو ينبغي أن ننتبه أنه توريط العالم في حرب أهلية، في حرب عالمية، أو أنها ليست مسألة أوكرانيا الآن وروسيا فقط. لو اندلعت المواجهات والحرب، لا أعتقد أنها ستكون محصورة في تلك المنطقة، ولكنها سوف تتدخل الصين وكوريا وتصبح حرب عالمية. وبالتالي ما زال يرون أنه بالإمكان تفادي هذا الأمر من خلال المشاورات والنقاشات السياسية. ولكن إن حدث، لا ينفع أن تلتحق أوكرانيا بالدول الأوروبية، وإنما ستكون جزء من حرب. لا أعتقد أنها ستكون حرب بسيطة، حرب تهم العالم كله، حرب عالمية ثالثة، وهذا ما لا يتمناه أحد. طب كيف يمكن أن نقرأ كل هذه الهستيريا التي حدثت إن صح التعبير بالتهويل بالحديث عن غزو روسي، تحديد مواعيد ثم إجراء اتصالات دبلوماسية مع موسكو لمحاولات التهدئة كما تحدثت الولايات المتحدة؟ كيف يمكن أن نقرأ كل هذا؟ هو الحقيقة، ومثل ما أراه أنا، رئيس روسيا يتعامل معهم وفق أسلوبهم، وهو يعني إعلاء الأصوات ثم خفضها ثم التلويح بأشياء ثم، ولكن لا أعتقد أنه شخصية متهورة، إنه يعي جيدا ما يفعل وله أساليبه، ولا أظن أنه سيمضي قدما، ولكن سيجعلهم هكذا في حالة ذعر مستمر. ولا أتصور أبدا أن تكون البداية منه، هذا ما أعتقده. أتمنى أن يحدث أي شيء، لأن كلنا سنتألم مما يحدث. نعم. وإلى افتتاحية موقع جلوبال تايمز الصيني، وفيه: ميول واشنطن في جزر الهادئ تنبع من مصالحها الذاتية البحتة. كل وسائل الإعلام الغربية المواكبة لزيارة بلينكين لجزر الهندي والهادئ تحدثت عن أنها تهدف إلى مواجهة التأثير الصيني. قبل يوم واحد نشر البيت الأبيض وثيقة بعنوان استراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة، وتتحدث عن سعي واشنطن لزيادة حضورها هناك وأن تعمل مع الحلفاء والشركاء لتطوير ونشر القدرات الحربية والقتالية. من الواضح، تضيف الافتتاحية، أنه عندما تدخل واشنطن في هذه المنطقة فهي تحمل معها عنوانين صديئين: الديمقراطية الأمريكية والقوة العسكرية، متوهمة بأنها قادرة على تشكيلها كما تريد.
ولفترة طويلة لم تكن هذه المنطقة موضع اهتمام أمريكي، ولولا القلق الاستراتيجي العميق لم تفكر فيها. هي تفكر بالعودة إليها الآن من دون تكليف نفسها حاجة الاطلاع على ما تحتاجه دولها. وجدير ذكره أنه بعد الثوران الكارثي لبركان تونغا، فإن أولى المساعدات وصلت من الصين، والآن يتوجه بلينكين إلى هناك ويحذر من خطر صيني بدل الحديث عن تطوير العلاقات. وتختم الافتتاحية بالاستناد إلى تجارب سابقة، فهناك داع للقلق من أن واشنطن تطلق الألعاب النارية للاستمتاع وحدها، فيما على الآخرين سماع الصوت فقط. أستاذ محمد، هنا نسأل، فعليا يعني بايدن كان واضحا أنه سيوجه أنظاره إلى روسيا والصين، الآن يثير القلق في محيط روسيا يتجه إلى الصين، إلى أي مدى من الممكن أن تنجح الولايات المتحدة في خلق القلق في تلك المنطقة واللعب مع الصين؟ ألا يعد لعبا بالنار؟ لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك، لأننا نعي أو العالم يعي جيدا حجم الأموال المستثمرة في الصين. هناك الكثير مما لا يعرفه الجميع أن الكثير من الصناعات المتقدمة جدا ممولة من أمريكا بالدرجة الأولى، ولكن كل ما هناك في تقديري أنها محاولة. نحن هنا، نحن ما زلنا مثل ما كنا، لا أحد يستهين بالقوة الصينية الآن مطلقا بأي حال من الأحوال، سواء الاقتصادية أو العسكرية أو كل هذه الأمور أصبحت في حكم الماضي. الصين الآن دولة قوية، دولة في تقديري تضاهي قوة أمريكا، ولا أعتقد أنهم يلعبون هذه اللعبة مجددا. هم قاموا بمثل هذا الأمر مع اليابان، ولكن الكيان الصيني الآن هو كيان تستطيع أن تقولي أنه محارب، ويمتلك القوة البشرية والقدرات العسكرية والتكنولوجي، وكل هذا الأمر لا يجعل أمريكا تفكر في أي يمكن إثبات الوجود. أنا ما زلت هنا، أنا أستطيع أن أفعل وصولا إلى تفاهمات، ولكن لا أعتقد أن الأمر يتطور إلى أكثر من ذلك. نعم، عن الحربين على غزة واليمن يتمحور موضوع مقال كاتب اليوم، نتابع. منظومة الحرب على فلسطين واليمن، لماذا تعترضون؟ محمد جرادات، الميادين نت. من أجل الإجابة عن هذا السؤال يجب استحضار منظومة الحرب على اليمن منذ 7 أعوام، وتلك التي تحاصر غزة منذ 16 عاما. كلنا يعلم بأن هاتين المنظومتين متصلتان جوهريا على نحو يجعل انعدام التضامن بين غزة واليمن يعكس خللا جوهريا، وخصوصا إذا علمنا بأن اليمن في مناطق سيطرة حركة أنصار الله ظل طوال الوقت يتظاهر ويتضامن مع غزة دون ما كلل ولا ملل، ولا حتى طلب المقابل، وهو طلب لو حدث لكان مشروعا. والعالم برمته شهد أعظم تظاهرة تضامن مع غزة في العالم في صنعاء غداة الحرب الأخيرة على غزة، وهي تظاهرة تتكرر بصورة مليونية في إحياء يوم القدس العالمي كل عام في صنعاء وكل المدن اليمنية المرتبطة بصنعاء، وهو ما تفتقده جميع مناطق سيطرة التحالف العربي وحتى تلك التي تخضع لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، والذي يفترض بأنه يخضع للخلفية الفكرية ذاتها لحماس التي تسيطر على غزة. ولعل التطبيع الإماراتي المبالغ فيه مع الكيان العبري كشف المستور في دور الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على اليمن، وخصوصا في جانب تمكين إسرائيل في البحر الأحمر والموانئ المطلة عليه، وما تبجح السياح الإسرائيليين في رفع العلم الإسرائيلي فوق هضاب سقطرى اليمنية المحتلة إماراتيا وبدء بناء مدرج عسكري إسرائيلي في أرضها سوى دليل صريح على طبيعة منظومة الحرب على اليمن وطبيعة أهدافها. لو نظرنا إلى منظومة الحرب والحصار على غزة منذ عقد ونصف لرأيناها أمريكية بامتياز من خلال الكيان الإسرائيلي وأدواته وارتباطاته في المنطقة، وهذا الأمر يعكس حقيقة الصراع على نحو يمنع تجزئته، وبما يفرض وحدة الجبهات وليس فقط التظاهر والتضامن شعبيا أو رسميا.
أن تصاعد التضامن الفلسطيني اليمني وما تبعه من تضامن عراقي عسكري يشكلان باكورة أمل في اصطفاف عربي وإسلامي عملي حقيقي من أجل رفع الظلم والعربدة عن كواهل شعوبنا. نرحب بالأستاذ محمد جردت كاتب المقال ونسأل عن تفاصيل المقال في الميادين نت. أهلا بك أستاذ محمد جردت. إذن منظومة الحرب على اليمن، منظومة الحصار على غزة هما متصلتان بحسب المقال، كيف نفهم ذلك وأي دور إسرائيلي كشفه التطبيع الإماراتي معه؟ منظومتي الحرب سيدتي والسادة المشاهدين، منظومة الحرب على اليمن العربي الأصيل وعلى غزة المحاصرة منذ عقد ونصف، هذه المنظومة لا يجهلها متابع. عوام الناس يعون طبيعة الحرب المفروضة على اليمن من خلال التحالف المسمى عربي في الإمارات وفي السعودية، هذا التحالف الذي يمارس كل أنواع الوحشية ضد اليمن بلا استثناء. اليمن بكل مناطقه شماله وجنوبه الكل يعاني في اليمن هذه الوحشية، وحشية أمريكية بالأساس، فالطائرات السعودية والإماراتية التي تقصف هي طائرات أمريكية، وهناك دعم لوجستي أمريكي وبريطاني وإسرائيلي صريح لا يخفى على أحد. وغزة، غزة التي ننتمي إليها ونعيش همها صبح مساء، وهي جزء أصيل من هذه القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية وللإنسانية جمعاء. في غزة هناك حصار مطبق، من الذي يمارس الحصار على غزة؟ أليس ذات المنظومة التي تتراطأ مع الحرب على اليمن؟ هذا التحالف العربي الذي يشن حربه الظالمة على اليمن أهداف أمريكية، وأمريكا هي التي تتصدر، أمريكا نعم هي التي تمارس هذا الظلم على قطاع غزة من خلال الولاية الـ51 إسرائيل، دولة إسرائيل التي تحارب غزة وتحاصرها. هناك علاقة وثيقة مع الإمارات كشفت قديمة منذ عقود، فكشف ذلك باراك وغيره من الزعماء الصهاينة السابقين، ولكن نتنياهو حاول أن يحفظ هذا الثمار وأن يضعه في حساباته الشخصية، لكن الإمارات، هذا التطبيع الإماراتي الذي تجاوز كل الحدود كشف عن حقيقة منظومتي الحرب على غزة واليمن. نعم، ولكن فعليا يعني أنت تطرقت إلى أنه الميدان حتى المضاد لهاتين المنظومتين غير موحد، هنا نسأل لماذا فعليا؟ وهذا سؤال طرح في المقال أيضا أستاذ محمد جردات، لماذا هو غير موحد؟ وماذا عن هذا التناقض للفروع الإخوانية كما ذكرت في مقالك؟ هذا سؤال محزن الكريمة، سؤال محزن جدا. فاليمن، المستضعفين في اليمن والمستضعفين في غزة هما ذات الجبلة، والوضع الطبيعي والمنهجي والسياسي والفكري والأخلاقي والإسلامي أن تكون هناك جبهة واحدة. المؤسف والمحزن أن هناك خلفيات معينة بدلوها لمنع هذا اللقاء وهذا التوحد. عند بدء العدوان الوحشي على اليمن للأسف الشديد صدرت مواقف من فلسطين تنأى بنفسها عن تلك الأحداث، بل أحيانا كانت مؤيدة للعدوان على غزة. بعد سنوات بدأ هذا الموقف يتغير عندما رأينا القيادة في اليمن تعرض على السعودية مبادلة الطيارين السعوديين وغير السعوديين، هناك طيارين يبدو أنهم لهم جنسيات لا تريد اليمن كشفها، طلبوا مبادلتهم بالأسرى والمعتقلين، معتقلين الفلسطينيين المصابين بالأمراض المحتجزين في الرياض منذ فترة طويلة دون تهمة تذكر إلا خلفيتهم الفكرية والسياسية التي أعلنت السعودية الحرب عليها مؤخرا. السعودية تعتبر حركة الإخوان على سبيل المثال حركة إرهابية. إذا ما المبرر ليكون حزب الإصلاح الإخواني في اليمن يقاتل في مأرب نيابة عن السعودية؟ هذا هو الأمر المحزن. هناك طبقة وفئة سياسية في قيادة الإخوة في حركة حماس في قطاع غزة بدأوا يعون ذلك. الأخ محمود الزهار قالها وفجرها بقوة ليس لها مثيل، وقال اليمن
على حق يحق له أن يرد الصاع صاعين لمن يعتدي عليه ويقصف مدنيه ويعتدي على مؤسساته. هذا الأمر الجديد الذي تكلم به الزهار وحاولت هناك بعض السيادات أن تنأى منه، لكن الموقف الزاوي إنشاء التعبير أصبح يتحسن، وخاصة موقف حركة الجهاد الإسلامي الذي أصبح صريحا واضحا من خلال التظاهرة والإعلام والمواقف لقيادات الحركة التي اعتبرت أن ما يجري في اليمن هو حرب عبثية بالفعل، حرب ظالمة يجب أن تتوقف. نعم أستاذ محمد، اسمح لي وباقتضاب لو سمحت، يعني لا أستطيع إلا أن أسألك الآن بعيدا عن هذا المقال، الأوضاع لديكم في جنين كيف هي بعد اليوم الدامي أمس؟ نحن سيدتي لم ننام الليلة بتاتا. البيت الذي كان مقصود بالهدم، الأخ البطل محمود غالب جرادات، هو قريبي وأنا أنتمي لنفس العائلة ولنفس البلدة، هذه البلدة التي قاتلت بشراسة، جفت ملحمة فلا نظيرها في الدفاع عن بيوت أبنائها. وهناك من فزع من المناطق المجاورة من جنين والمخيم واليامون، واستشهد أحد الأبطال خلال ذلك وأصيب وجرح أكثر من 10 من المدنيين العزل في مواجهة أكثر من 100 آلية عسكرية وطيران مسير وقناصين ووحدات اليمام الخاصة التي اجتاحت البلدة وأغلقت مداخلها في عملية وحشية، حتى أن هذه القوات أجلبت معها زوجة المستوطن الذي قتل في حومش جبل الكذبات الفلسطيني الطاهر، استقدمتها لتشاهد وتستمتع بعملية الهدم، ولكن انقلب السحر على الساحر بفضل الله، فخرجت الجماهير وأصبح هؤلاء الجنود في وضع لا يحسدون عليه، حتى أنهم خلال عملية الهدم سقط السقف على بعض الجنود فأصيبوا بالجراح وانشغلوا في عملية نقلهم، وكل ذلك طبعا بسبب الهبة الجماهيرية والمقاتلين الذين وقفوا دفاعا عن جنين وسوريا. نتمنى لكم السلامة، وكل الشكر لك البحث الفلسطيني محمد جرادات، كنت معنا من جنين. دائما مع الميادين نت، والآن جولة على مواقعها بلغاتها وموضوعاتها وتحقيقاتها المتنوعة. نبدأ جولتنا على مواقع الميادين نت من موقع اللغة العربية، ويطالعنا في صفحة اقرأ: ماكرون يحلم بأن يكون صانعا للسلام عبر البوابة الأوكرانية، حيث يكتب ميشيل كالاغاسي أن الرئيسين الروسي والفرنسي استغلا لقاءهما في الكرملين مؤخرا لحل الكثير من الأمور العالقة بين البلدين، أرادها ماكرون أن تكون زيارة تاريخية قبيل الانتخابات الفرنسية. نتابع في الميادين نت باللغة العربية، ونقرأ في صفحة ثقافة وفنون: وفاة الممثل الجزائري مصطفى برور متأثرا بمضاعفات كورونا. وإلى صفحة منوعات في الميادين نت باللغة العربية، حيث نقرأ: خبراء الصحة يحذرون من انتشار واسع للإنفلونزا هذا العام. إلى الميادين نت باللغة الإنجليزية، وفيها: النمسا تعترض على إمكانية فرض عقوبات على نورد ستريم 2. ونتابع في الموقع نفسه، ونقرأ في صفحة الصحة: دراسة حول أوضاع النساء ذوات البشرة السمراء في القطاع الصحي في الولايات المتحدة. وبالانتقال إلى صفحة منوعات في الميادين نت باللغة الإنجليزية، نقرأ عن سكان جزر شاغوس الأصليون يقومون بزيارة تاريخية لبلادهم بعد نفيهم من قبل المملكة المتحدة قبل 50 عاما. أخيرا إلى الميادين نت إسبانول، ونقرأ موضوعات وتحقيقات متنوعة، ونبدأ من تحقيق نشره موقع روكيت تو ذا مون بعنوان الجنرال باليو، يكشف أن الجيش الأرجنتيني استعد لغزو فنزويلا عام 2019. ونقرأ أيضا مقالا خاصا للميادين بقلم الناشط السنديني من نيكاراغوا سيفيريدو توليدو بعنوان ماذا يحدث بين نيكاراغوا والسلفادور في خليج فونيسكا. ودائما في الموقع الإسباني، وننتقل إلى مقال خاص للكاتب البيروفي غوستافو إسبينوزا تحت عنوان البيرو عملية كوندور. الحدث هذا اليوم وجديد اليوم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. تفاصيل الوضع الليبي بعد إعلان البرلمان تسمية فتحي بشاغة لرئاسة الحكومة بدلا من عبد الحميد دبيبة ورفض الأخير للقرار في الحدث هذا اليوم. لكن قبل الانتقال إلى تفاصيل الحدث تطلعنا زميلتنا ملاك خالد على بعض أبرز عناوين الصحف والمواقع الليبية. صباح الخير ملاك. صباح الخير يارا وشكرا لك. جولتنا على الصحف والمواقع الليبية سنبدأها فورا من موقع بوابة الوسط وفيها بشاغة بدأنا مشاورات تشكيل الحكومة مع كافة الأطراف والمناطق. في الموقع نفسه سنقرأ رئيس الوزراء الفلسطيني يبدأ زيارة رسمية إلى ليبيا تستمر ليومين. وننتقل إلى موقع صحيفة المرصد الإلكترونية ونقرأ فيها الصوصاع قلقون من شراء بعض الميليشيات من قبل دبيبة بهدف التصعيد. وفي موقع عين ليبيا نقرأ القوات المساندة للجيش الليبي ترفض تكليف حكومة جديدة والدخول في مرحلة انتقالية. وأيضا سنقرأ استنكر قادة وثوار القوى المساندة للجيش الليبي قرار مجلس النواب تكليف رئيس حكومة جديدة واصفين هذا الأمر بإدخال البلاد في مرحلة انتقالية أخرى. ووصف بيان صادر عن هذه القوات أن قرارات مجلس النواب الأخيرة التي اتخذها في اجتماعه المنعقد في طبرق لم تكن وفق الإجراءات النزيهة والشفافة مؤكدين دعمهم بكل قوة لانتخابات برلمانية وللاستفتاء في الدستور وانتخابات رئاسية في أسرع وقت. وشدد هذا البيان على مسار الأمم المتحدة الذي يدعم حالة الاستقرار وعدم الدخول في مرحلة انتقالية جديدة مع التأكيد على عقد الانتخابات في شهر يونيو حزيران القادم. كل الشكر لك ملاك خالد على هذه الجولة على أبرز المواقع والصحف الليبية. أهلا بك يا نجدد الترحيب بك أستاذ محمد العمامي وأنت الكاتب السياسي الليبي. أهلا بك. إذن البرلمان الليبي صوت على تكليف فتحي بشاغة بتكليف الحكومة وتشكيل هذه الحكومة خلال مدة 14 يوما. أريد أن أعرف منك أستاذ محمد ما مدى قانونية هذا الإجراء والتصويت؟ هل هو ضمن صلاحيات البرلمان أم مثل ما تقول حكومة الوحدة الوطنية أنه ليس من صلاحيات البرلمان ومن صلاحيات المجلس الرئاسي؟ أولا يا سيدتي الكريمة أنا بالضرورة لست كاتب سياسي ولكنني متابع وباحث سياسي ومعلق ومحلل سياسي أكثر من كاتب، وإنما أنا كاتب في حقل آخر وهو الحقل الأدبي الاجتماعي التوثيقي. نعتذر عن هذا اللفظ. أنا حاس بس الناس الذين يعرفونني كمحلل كمتابع سياسي. يا سيدتي، هذا الكر والفر وهذا الهم الذي حدث في ليبيا لن ينتهي بأي حال من الأحوال إلا باجتماع يضم كل الميليشيات القادرة على خلق زعزعة والتي تملك السلاح. ما ليس هناك من حالة نستطيع أن نقيم بها حلا من دون بعض الأطراف من الميليشيات ليعجبهم هذا الحل، وبالتالي ينبغي أن يكون أن تكون الميليشيات جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة. ينبغي أن يكون حاضرين في أي اتفاق. مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة القائمة الآن، وبالطبع معها مجلس الدولة باعتبار أنها جزء من أجسام مجلس النواب. وما قام به شيء ينبغي أن يتم. ينبغي أن ننتهي من مغبة تنصيب السيد بيبة رئيس الوزراء، لأننا نعلم جيدا ما حدث وما سيحدث، وهذا العبث بمقدرات الشعب كله، ونرى على مهازل لا يقبلها أحد. ولكن هذه مرحلة انتقالية جديدة، يعني ليبيا منذ 2011 اليوم مراحل انتقالية جديدة، انقسام، حكومات متعددة. إنها ليست مرحلة انتقالية، هي مرحلة تصحيحية. نعم. الذي أفسد الانتخابات هو دبيبة. الذي خلق العدد من المشاكل هو عبث دبيبة. وهناك كثير ما يقال ولكنني لست بصدد الحديث
عنه. ما أراه الآن بتكليف السيد باشا آغا هو قرار صائب لا غبار عليه وحقيقي. كل ما هناك أن تكون الوزارة متوافقة لا خلل فيها ولا شبهة فيها. اسمح لي أستاذ محمد حتى نفهم أكثر ويفهم المتابع العربي للشأن الليبي أكثر ما يجري. يعني أدبيبة يقول بأنه هو لديه خارطة الطريق وبأنه يجب أن يسلم إلى حكومة منتخبة وليس إلى حكومة جديدة انتقالية، وأنت تقول أنه هي تصحيحية. يا سيدتي، دبيبة لا يستطيع أن يعد خريطة الطريق إلى بيته وليس إلى 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 خرج ليبيا من هذا المأزق. دبيبة متمسك بالسلطة، دبيبة وقع إقرار أنه لن يترشح للرئاسة وترشح للرئاسة، وعندما سئل قال والله غلطة أخلاقية. بالله كيف نقبل حد أحد يتكلم بهذا المنطق ويبرر ما قام به وكان سببا طبعا هو أشياء أخرى في إفشال الانتخابات. أنا أريد أن أقول أنها مرحلة تصحيحية أكثر منها انتقالية. ينبغي أن تكون هذه المرحلة تقوم على أساس جيد. هذا الأساس تمثل الآن في توافق مجلس النواب ومجلس الدولة، وكان له أثر جيد في التوافق وفي الوصول إلى 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 تعيين السيد باشا آغا. نعم. دعني فقط أعود بس باشا آغا ويبين نقاط بسيطة، أن الرجل امتلك خبرة ومنحنا أمن وأمان عندما كان وزير الداخلية. ناهيك أنه عسكري، ناهيك أنه من نفس المنطقة التي بعضها يعارض السيد بيبة، بمعنى أن مصراته في الواقع هي متسيدة مفاصل الدولة كلها. لما أقول متسيدة بمعنى أن مفاصل الدولة الحقيقية كلها في يد مصراته، والإثنان من مصراته، والإثنان له موجود، وفي تقديري أن من يحل المشكلة هي مصراته ذاتها. أما أن تواصل نجاحها في كل ما قامت به أو أنها ستكون سببا في هد ليبيا كلها. هل يمكن أن ينجح السيد باشا آغا خاصة وأنت تتحدث عن ميليشيات الكثيرة في ليبيا التي تملك السلاح وتقول أنها يجب أن تكون جزء من الحل، ولكن هناك مخاوف بأن يتم شراء بعضها من قبل أدبيبة بحسب الصحف، يعني صحيفة المرصد تنقل عن الصصاع هذا الكلام، وبالتالي أين تتجه الأمور؟ السيد باشا آغا عندما كان وزير الداخلية كانت علاقته جيدة بالميليشيات كافة وعرف كيف يتفاهم معها وكيف تسير الأمور للأمان، وكانوا في حالة انصياع كامل له لأنه لم يتأذى أحد منه ولم يرفع شأن آخر على الآخر، وإنما حثهم على أن الهدف هو الاستقرار وأن الانكم الذي يأتي من الدولة سيكون حقهم باعتبار أنهم جزء من المنظومة العسكرية. صحيح أنهم ليسوا كيان واحد ولكنهم كل يسيطر على منطقة معينة ويؤمن أمنها، وبالتالي أعتقد أنه قادر أيضا على توحيد الميليشيات ودعمها في اتفاق 5+5 بحيث يكون الجزء المكمل للجيش الليبي كافة. مثل ما أقول لك، الحل الآن في مصراتة وليس خارجها، غير ذلك كله عبث. هم الذين يستطيعون أن يواصلوا انتصاراتهم ونجاحهم في هذه الثورة أو أنهم يهدوها. هم يستطيعوا أن يوقفوا دبيبة ويستطيعون أيضا أن يساندوا باشا آغا، وأعتقد أن هذا ما سيحدث. ومثل ما قلت لك وسأعود، أن اختياره لوزرائه سوف يكون سببا رئيسيا في انضمام الكثيرين له، بشرط أن يكونوا تكنوقراط ويكونوا مؤهلين لقيادة المنطقة. نعم، بعجالة إلى جديد اليوم. أعيد فتح جسر أمباسادور الحدودي بين كندا والولايات المتحدة بعد أسبوع تقريبا من إغلاقه بسبب احتجاجات يقودها سائقو الشاحنات ضد قيود كورونا. هذا الجسر كان أغلق الثلاثاء الماضي من قبل سائقي الشاحنات في كندا إثر اعتراضهم على إجراءات الصحة المتعلقة بجائحة كورونا، ويمثل الجسر شريانا تجاريا حيويا يربط أونتاريو بمدينة ديترويت الأمريكية.
كل الشكر لك الأستاذ محمد العمامي الباحث والمحلل والمتابع السياسي على وجودك معنا من القاهرة. شكر لكم مشاهدينا على المتابعة. الحبر الجديد انتهى، إلى اللقاء.